حضرتك باختصار كده ووضوح أنا لم أعلم حتى الآن للسادة المشاهدين، عندك جزئيتين، إن حضرتك لم تعلن حتى الآن بحيثيات الحكم في هذه القضية أو الغرامة اللي هي 2 مليون دولار، ده رقم واحد. تمام تمام؟ تمام؟ تمام تمام. البند الثاني إن في حاجة مهمة حضرتك قلتها، إن الحكم ده مسنود على بيع أو إعارة عبد الله السعيد، وحضرتك عبدالله بتقول النادي. لم يتم أيوة. بيعه ولا إعارته، بل تم أيوة. فسخ التعاقد بينه وما بين النادي السعودي. تمام يا فندم. إذن يحق لي إن هو ينتقل لأي نادي. ما هو بقى لاعب حر يا فندم. بقى لاعب حر، ده كلام حضرتك. وبعدين أنا عايز برضو يعني أجاوبك على سؤال قبل ما تطلع الهواء في الكواليس، يعني أنت سألتني سؤال. إن أنا أهلاوي. أيوة أنا طبعًا. أهلاوي. طبعًا أنت أهلاوي. ايوه انا اهلاوي. طيب. واتشرف ان انا اكون اهلاوي. طيب. ملهاش علاقه. ملهاش اي علاقه. مال دي ودي. في الاخر انا محامي براعي ضميري. ايوه ما انت كنت محامي عبد الله وهو بيلعب في الاهلي يا جماعه. أيوة. ما انت مش هتسيبه هترميه يعني. كنت محامي عبد الله السعيد وهو بيلعب في النادي الاهلي، وكنت محامي عبد الله السعيد ايضا في ازمته مع نادي الزمالك. ايوه. وانهاء تعاقده. بعدين عبد الله السعيد ده اسم كبير يا معالي المستشار. طبعا طبعا. يعني ده نجم كبير في الكره المصريه طبعاً. والنادي الاهلي ولكن اللي احنا نادي كبير في الكره المصريه. انا يا فندم بنادي اهو من خلال برنامجك. ايوه. ان النادي الاهلي يعلننا بهذا الحكم عشان نتخذ اجراءاتنا القانونيه. لما يكون النهارده الاعلام كله معاه صوره من الحكم ومش معانا احنا الطرف الثاني، ده صح؟ ده يصح. طب هو الحكم صدر منين يا فندم؟ صدر من لجنه التسويق. طب ليه لجنه التسويق ما تعلنش حضرتك او عبد الله؟ اعتقد ان اللي هو كسبان القضيه قانونا هو اللي يعلن. يعني انت عايز اختار من النادي الاهلي بالزامك طبعاً. بدفع 2 مليون دولار. انا بنادي اهو يا فندم. بنادي اهو. طيب نداء من المستشار اشرف عبد العزيز. ايوه. رجاء من النادي الاهلي اعلننا بالغرامه اللي هي 2 مليون عشان دولار عشان تتخذ كافه اجراءاتنا. عشان تتخذ اجراءات اعلاننا. لو ما تمش اعلاننا انت فاهمني بعد صدور الحكم كده وحضرتك ظهرته على الشاشه. انا ان شاء الله المقاطعه اروح النهارده لجنه التسويه اقدم طلب باستخراج صوره رسميه واشوف مكتوب ايه هيكون يعني. طيب في مده معينه وعلى اساسه هنتخذ ونتقدم باستئناف على الحكم واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه. طيب هل